أصدقائي، أسعد الله مساءكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم المفضلة، سلسلة مختلفين العرب. لا نطيل عليكم، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب، ولنبدأ حلقتنا. أول ظهور ليوسف البلايلي مع ناديه أجاكسيو الفرنسي، حيث اجتاز الفحص الطبي بنجاح ووقع معهم على العقد لمدة عام قابل للتجديد. ها هو يوسف البلايلي وفي أول ظهور له مع تدريبات فريقه الجديد، البسمة والتفاؤل على محيا نجمنا العربي. يوم أول مبشر بالانضباط والحضور النفسي والبدني. يوسف بلايلي لا ينتظر طويلا ليدخل لأرضية الميدان وينثر سحره بين زملائه. لمسات فنية بالإضافة إلى الرشاقة والمرونة، وهذا بالرغم من توقفه الطويل عن المنافسة بسبب المشاكل مع ناديه السابق. أترككم أصدقائي مع لمسات المايسترو العربي يوسف البلايلي. لمسات جعلت الطاقم الفني يعطي يوسف البلايلي بعد نهاية التدريب بعضا من التحفيزات والدعم المعنوي من أجل موسم جديد. je veux pas te faire l'affront de dire le temps breton parce que